موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. ناشطون في مدينة السويداء ينظمون وقفة صامتة بالقرب من دوار الشعلة تحت عنوان لا للجريمة لمحاربة ظاهرة القتل العشوائي وفق موقع السويداء 24 المحلي. الدفاع المدني السوري ينشر تقريرا يظهر تنفيذ سلطة الأسد وروسيا 170 هجوما على المدارس في شمال غرب سوريا منذ عام 2019 وحتى 7 أيلول 2024. تعزيزات عسكرية لقوات الأسد تصل إلى أطراف بلدة زاكبري في دمشق الغربي للبدء بحصار البلدة ونصب حواجز عسكرية في محيطها. قوات التحالف الدولي تعتقل العشرات من عناصر وقيادات قسد في الرقة على خلفية فرار 5 سجناء من عناصر تنظيم الدولة قبل أسبوع وفق موقع باس نيوز. قوات سلطة الأسد تغلق معبر العشارة درنج النهري الواصل بين مناطق سيطرة الأسد ومناطق سيطرة قسد على ضفتي نهر الفرات. الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تعلن توقيع اتفاقية مع عدد من الجامعات الأردنية تمكن جميع اللاجئين في المملكة من التسجيل في عدة جامعات حكومية بسعر الطالب الأردني.